جزيلا أستاذي محمد رمين. سأحاول الالتزام بهذه الدقائق العشر. أولا قبل أن ندخل في الموضوع أود أن أذكر فقط بعناوين أعمال جمال النقدية أو التي تسنى للحصول عليها طبعا من غير الكتب. فأول أشهر الأعمال وكما تعرفون أسلوب محمد للطلبة اليعقوبي، وهو رسالة تخرج، أصلا رسالة تخرج في الكفاءة في البحث من الجامعة التونسية 1980، ومؤخرا تم نشره عن طريق دار نجيبوي. كتاب الثاني الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر، وهو الذي حدثكم عنه الآن أستاذي عبد الله السيد، وقد صدر سنة 1995 عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. تحقيقه لديوان ضالة الأديب لولمبوجة التشيتي، وصدر عن الأسيسكو سنة 1996. وتحقيق كتاب نزهة المعاني أو المعاني، هناك خلاف حول عنوان هذا الكتاب، في علمي البديع والمعاني المعروف بالسيدية، وهو كتاب لولدرازقة في البلاغة اكتشفه جمال، وطبع سنة 2012. بالنسبة للأعمال التي المقالات التي وجدت، وهنا أنصح بجمع هذه المقالات لأنها يمكن أن تشكل كتابا منفردا. أعمال شارك في أعمال الندوة المنعقدة بتمبكتو حول الثقافة العربية والإسلامية بإفريقيا جنوب الصحراء غرب إفريقيا نموذجا، وهو وأعمال هذه الندوة نشرتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي أغسطس 1997، وكانت مساهمة الدكتور جمال تحت عنوان الحاج عمر الفوتي في بلاد شنقيط ملاحظات في العلاقات الثقافية والسياسية. كذلك شارك في كتاب ذكرى مرور 200 عام على ميلاد الحاج عمر الفوتي الذي نشره مركز الدراسات الإفريقية بالرباط سنة 2001، وكانت مساهمة جمال بعنوان الحاج عمر الفوتي ومدرسته والمدرسة التيجانية في تيشي، وهو تطوير طبعا للمساهمة السابقة في العمل السابق. أنجز لصالح الأسيسكو دراسة بيداغوجية بعنوان دليل مناهج المدارس القرآنية، وقد تم نشره في كتيب صغير عام 1994. تجاوزت في هذا العرض تحقيقه هو والدكتور دادود لكتاب فتح الشكور، لارتباط هذا الكتاب هو كتاب التكملة لارتباطه مع مبحث التاريخ، وإن كان فتح الشكور يعتبر مصدراً مهماً من مصادر علم رجال الأدب في الحيز الشرقي من هذه البلاد، بل إنه ساهم أيضاً في الكشف عن بعض مصادر الدرس الأدبي في المحضرة الشنقيطية، مثلاً مثل مقامات الحريري ولامية العجم. المقالات والمحاضرات، له مقال بعنوان تاريخ الأدب الإسلامي نشر في مجلة الشعاع العدد 1 يوليو 1983، وهي مجلة كانت تصدر عن المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. له مقال بعنوان خواطر حول عينية للشيخ سيدية نشر في حوليات الجامعة التونسية العدد 23 1984. له مقال بعنوان من قضايا النقد الأدبي في بلاد الشنقيط، وهو بحث قدمه الراحل إلى ملتقى ابن رشيق السابع للنقد الأدبي المنعقد في القيروان يومي 2/4 إبريل 87، وقد تم نشره أيضاً في مجلة الزمن الموريتانية عدد خاص مايو 1987. وهذه المجلة كانت تصدر عن النادي الأدبي الموريتاني، وكان طاقمها على النحو التالي: المدير المسؤول دكتور جمال الحسن، مدير التحرير الشيخ أحمد أمين، المسؤول الثقافي محمد أمين للناتي، رئيس التحرير محمد المختار والسيدينا. مقال أيضاً أو محاضرة أدب الجهاد في موريتانيا، وهو في الأصل محاضرة ألقاها الراحل في مدينة واليبو يونيو 1989 بطلب من فرع الجمعية الثقافية الإسلامية هناك. له مقابلات صحفية متعددة وآراء نقدية، وكانت أول مقابلة صحفية له منشورة هي تلك التي أجرتها معه جريدة الشعب ضمن حوار مشترك مع الشاعر أحمد عبد القادر والكاتب أحمد البية، وقد عرفت الجريدة يومها بجمال الحسن تلميذ حائز على البكالوريا ومتخرج من الثانوية الوطنية. هذه المقابلة نشرت في العدد 347 بتاريخ الثلاثاء 17 أغسطس 1976. في مقال قضايا النقد الأدبي يتحدث جمال عن إشكالية النقد في بلاد الشنقيط، وأنه نادر مقارنة بالإبداع الشعري نفسه، ويعتقد أن سبب ذلك يعود إلى البداوة وشظف العيش، بحيث أن ما وجد من الورق على قلته خصصه القوم لعلوم الشرع فدونوها وتركوا الشعر، وأساساً الشعر تركوه للحفظ والذاكرة. وهنا يقول جمال
هذا ما يفسر أن الشعر رغم وفرته المشهودة ظل متناقلا دون تدوين، بينما بلغت مخطوطات العلوم الشرعية واللغوية عشرات الآلاف. وطبعا هو يقول إن الشعر مجرد نشاط من الدرجة الثالثة في سلم المعارف لدى الشناقط. أنا أحاول أن أختصر. طبعا في المحاضرة الثانية تاريخ الأدب الإسلامي يتحدى جمال بداية عن علاقة الشعر بالإسلام والدعوة النبوية وشعراء الإسلام الذين ذبوا عن الإسلام بالشعر وذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصل إلى العصر الحديث ويتحدث عن مضامين أن الشعر الإسلامي في العصر الحديث تحول إلى شعر يرد عن الاتهامات الموجهة إلى الشعر نفسه باعتباره شعرا متزمتا أو شعرا ظلاميا، فكان الشعراء يتخذون من هذا تيمة يردون بها على غيرهم. ثم يصل إلى موريتانيا ويتحدث عن أن الشعر كان رائج السوق في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، مستشدا برائية سيدنا حماة الدين ولامية بابه والأحمد بيبه، وكذلك رائية جدود لا تعينوا بالعلك حزب النصارى. ثم يختم جمال بمصادرة نقدية هامة، وهي أن الأشعار التي قيلت في الجدل الفقهي بين علماء البلاد حول نازلة الاستعمار هي أشعار إسلامية، ولذا ينبغي تصنيفها أدبا إسلاميا. في هذه المحاضرة ستجد تكثيفا لها في محاضرة أخرى عن أدب الجهاد في موريتانيا، وهي طبعا المحاضرة التي ألقاها في نواذيبو، سيتجاوزها لأنها مجرد تكثيف لهذه المحاضرة، محاضرة الأدب الإسلامي. في مقاله خواطر حول عينية الشخصية يبدأ جمال بالحديث عن موقف الشعراء في كل العصور من سابقيهم، وذلك في شبه تمهيد يتخلص منه نحو العينية، حيث يذكر أنه اعتمد على النسخة المدعى في المعهد الموريتاني للبحث العلمي وهي النسخة المكتملة، ذلك أن صاحب الوسيط لم يريد النص كاملا، وقد أشار صاحب الوسيط إلى ذلك، وكما اعتذر صاحب الوسيط أيضا عن عدم تأكده من ترتيب الأبيات التي أورد في الوسيط. جمال اعتمد نسخة المعهد الموريتاني وهي 51 بيت، وقد قام بنشر النص كاملا، ثم ذكر الملاحظات التالية: 1- أن هذه القصيدة تشي بوعي الشخص لمحمد بأزمة الإبداع في الشعر العربي، إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فأعياني وجود المطلع. 2- وعيه بفوضى الملكة الأدبية الناجمة عن وحدة المصادر، مصادر الاستلهام وتقارب خصائص الإنتاج. 3- طرح الشاعر آراءه النقدية في رحلتين متمايزتين، فتناول الشعر سلبا ثم إيجابا. 4- تنضح القصيدة بثقافة الشعرية ونقدية راسخة وقد حال عليها في مواطن عديدة من شعره. 5- لا شك أن هذه القصيدة، يقول جمال، قصيدة بكر، فهي تطرح قضايا نظرية جديدة على عصرها كل الجدة دون أن تؤدي كثافة مضمونها النظري إلى إضعاف خصائصها الأسلوبية، بل تبقى قصيدة عربية ناصعة التعبير قوية السبك بديعة المعاني، ويبقى لصاحبنا سبق تاريخي غير منازع فيه وفضل على الشعر العربي لم يستقه من أجنبي المصادر، فهو في نظرنا، يقول جمال، حقيق أن يتبوأ به مكانة في مصاف كبار شعراء الضاد. أما ورقته عن الحاج عمر الفوتي والمدرسة التيجانية في تشيد فتكاد تكون أبرز بحث من بحوثه يرصد جدلية التأثر والتأثير بين الشناقطة ومصاقبيهم الجنوبيين. وأهم فتح أدبي فيها هو رصدها للعلاقة التي ربطت الفوتي بشعراء هذه البلاد، وكيف شكلت حركته وجهاده مقصدا وجوديا لبعضهم. يبدأ جمال هذه الورقة بالحديث عن الجهاد العمري الذي بدأ سنة 1286 للهجرة، وفي هذه البلاد، يقول جمال، كانت شنقيط تعيش منذ حوالي قرنين من الزمان العصر الحساني، ومن أبرز سمات هذا العصر سمتان: أولاهما قيام الإمارات العربية الحسانية التي كانت تبسط سيطرتها على كل البلاد وتمارس نفوذا عسكريا وسياسيا قويا في المناطق المجاورة لها جنوبا وشرقا. 2- تعاظم النفوذ الثقافي والروحي لفئة الزوايا التي كانت تتميز باشتغالها بالعلوم الإسلامية وتؤصل انتماءها داخل المرجعية الدينية وتربط أصلات روحية وثقافية وطيدة بجميع سكان حوضي النهر السنغالي والنيجر. وفي ظل البعد الزمني عن بعض الحركات الجهادية والإخفاق في نجاح بعضها الآخر، كانت النخبة الشنقيطية ترى في الثورات الدينية المتتالية في السودان الغربي بداية عهد جديد ليقظة الدولة الإسلامية المأمولة. ولما كان الحاج عمر الفوتي في نظرهم هو بلا شك من تابع حمل مشعل الحركة الإصلاحية التي لم تفتأ منذ الإمام ناصر الدين في القرن 17 تهز الوضع السياسي والاجتماعي في السنغال، وقد حستم إلى أمرين فالله ناصر لكم وزمان المهدوية جانح. يتحدث هنا عن علاقة الشيخ محمد المامي بل إنهم يرون أنه
للفوتي يرون أنه بالرغم من هزيمة حركة الإمام ناصر الدين فإن إرثها العقائدي والسياسي قد تواصل في الإمامات المتتالية في فوتو بوندو وفوتو جالون وفوتو تورو، وقد التقط الحاج عمر هذه التطلعات التي لم تكن خاصة بالنخبة الشنقيطية وحدها بل كانت جامعة لكل النخب المثقفة دينياً في المغرب الإفريقي أو في الغرب الإفريقي، فاقترح عليهم مبايعة إمام يتولى قيادة الجهاد، وذلك في نص شعري شكل أول بيان للحركة يقول منه: ألا يا عباد الله هل انتبهتم؟ أما فيكم للخلق بالحق ناصح وبايعتم من تعلمون صلاحه فيرأب ما أتت منه جوائح ويصبح أهل الله في الله في الله واحدا سواء على الأعداء قريب ونازح، سواء على الأعداء قريب ونازح. وقد لقيت هذه القصيدة البيان صدى كبيرا في بلاد الشنقيط على وجه الخصوص، ورد عليها بالتجاوب والتأييد عدد من شعراء وعلماء هذه البلاد، وكان أبرز رد عليها ذلك الصادر عن الشيخ محمد الماوي بن البخاري، وكان قادري الصوفية. لا ننسى أن الحاج عمر كان تيجانيا يعيش في تيرس اللي هو المامي أقصى الشمال الغربي في بلاد الشنقيط، ومع ذلك فقد رد على الحاج عمر بقصيدة من بحر قصيدته ورويها، ضمنها ثناء عطرا وصور فيها مدى تعلقه وابناء بلده بالأمل الذي يرون في المجاهد الفوتي تحقيقا له من قيام حكم إسلامي قوي وعادل، وكنا نرى للغرب عدلا يقيمه عليه بقرب المصطفى النور لائح وفي عمر المختار الموفق وفي عمر الحاج الموفق واسم ما نحاوله من ذلك الكنز لامح. وبين الشيخ محمد الرمامي او بين الشيخ محمد الرمامي دواعي انعقاد الامال على نجاح الحاج عمر في جهاده، واهمها جمعه بين القوه والدعوة الى تجديد الدين، فقال: وما كل منصور اللواء مجدد وما كل ذي التجديد للامر صالح، وقد حستم الامرين فالله ناصر لكم وزمان المهدويه جانح. ويكاد يكون موقف الشيخ محمد المامي هذا موقف أغلب علماء وفقهاء المجال الشنقيطي، ولكل أسبابه في ذلك، فمنهم من رأى في حركة الحاج عمر سلاحاً للقضاء على التسيب والصراعات البينية في المجال، وهذا ما عبر عنه سيدي محمد اللمبوجة سيدي محمد بن محمد الصغير بن لمبوجة التشيتي، خاصة في نونيته الملحمية التي وصف فيها تغير الحال في إمارة أولاد مبارك بعد مقتل خطري واللعمر واللعلي آخر سلاطين الأعمر بن هنون بن بهدل، وذلك في معركة مد الله سنة 1257 والتي شكلت ذروة الصراع الداخلي المندلع في الإمارة منذ العقد الثاني من القرن الثالث عشر، فكان مقتل خطري نهاية بيت الملك في أولاد مبارك عموما. القصيدة طبعا معروفة مطلعها: سبحان ربك رزاق المساكين من أهل تشيتي في أرض السوادين، وهي قصيدة طويلة تنيف على 100 بيت موجودة في ديوان ضالة الأديب. لقد شكلت حركة الحاج عمر التال الجهادية بارقة أمل للنخبة التشيتية، فهي ستقضي على ظاهرة الحرابة المستشرية والإغارة على القوافل الجارية في المنطقة، كما أنها أيضا ستقضي على الخلاف الداخلي الذي اندلع بين أهل تشيت أنفسهم خلال القرن الثالث عشر بسبب توزيع الإتاوات التي تدفع للقبائل المحاربة والحصة التي على كل مجموعة قبلية من ساكنة المدينة أن تدفعها، فحركة الحاج عمر ستلغي كل تلك الإتاوات والمكوس. أكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن في هذه الجلسة المخصصة لأعمال الراحل الإبداعية نعتقد أنها كان يمكن أن تكون عنواناً لكل هذه الندوة، لأن أعمال الراحل جميعها كانت إبداعية، سواء في الأدب، في النقد، في التاريخ، كان هناك دائما جانب إبداعي في عمل المرحوم جمال، وكان يملك إكسيرا إبداعيا يحول المادة الخام إلى عمل، إلى إبداع وإلى فن، حتى ولو كان الموضوع بطبيعته جافاً أو علمياً محضاً، وكان يتناول الأدب اللهجي بوعي المبدع المفكر المتمكن من أدوات الإبداع، فكان عمله اللهجي يصل إلى مستوى العمل الفصيح، وكان إبداعه الفصيح كذلك متضمنا
متضمنا خصائص المكان وخصائص الثقافة المحلية. وكما قلت من الصعب التمييز بين عمله العلمي وعمله الأدبي، حيث أن الأدبية حاضرة، حيث أن الأدبية والشعرية حاضرة في أعماله العلمية، كما أن روح العالم ثاوية ومبثة في أعماله الشعرية والأدبية. نتناول في الورقة الأولى جانبا من اللغنة، من إبداع المؤلف في مجال اللغنة، في مجال الشعر الحساني، ولكن تناول الجانب الصوفي في اللغنة مع الشاعرة الناقدة الأديبة الأستاذة الأكاديمية باتمة البراء. فلتتفضل. طاب المساء. الموضوع الذي سأتحدث عنه هو المنحى الصوفي في لغن الحساني عند جمال وللحسن، وقد آثرت أن أثير هذا الموضوع لأنه جانب من تجربته الإبداعية أراه ما يزال غفلا، فغنى تجربته الفكرية والثقافية ووفرة عطائه العلمي منح المهتمين مجالا خصما للقراءة والدرس، ولذا بقي الجزء الحساني من هذه الثقافة مغفلا من طرف الباحثين. سأتحدث عنه، ولكن سأتحدث عنه من خلال قراءة النص، اكتشاف فنيات النص التي أرى أنه أبدع في طريقة صياغتها، وسأتوقف عند هذه الفنيات. طبعا الوقت المتاح قليل جدا، فسأعدي عن الكثير من القضايا التي قلتها، وسأتوقف عند بعض الفقرات التي أراها ذات مساس صريح بالموضوع. المراجع لمدونته الحسانية يجد أنه تناول أغراضاً أبرزها الرذاء والمساجلات والحب الصوفي. هذا الحب الصوفي بالذات كان أكثر هذا الشعر سيرورة وتداولاً لدى المتلقين، فقد لاقت قصائده انتشاراً واسعاً لطرافة مأخذها وتميزها فنياً، وهو ما جعل الحديث عنها مطلباً بحثياً يساعد في استكمال الرؤية حول تجربته الإبداعية. طبعاً هذه المدونة الحسانية لم تطبع بعد، وقد اعتمدت منها نسختين من موجودتين عند الأسرة. الحب الصوفي نجد أن من تناولوه من شعرائنا الحسانيين أفاضوا فيه في مدح أشياخهم والتعبير عن تعلقهم بهم باعتبارهم وسيلتهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، ولكن نجد أن الطريقة التي تناولوا بها هذا المنحة الصوفية أو الحب الصوفية كانت طريقة تطبعها مباشرة الأسلوبي، لذلك تبتعد عن التلويح والترميز، وقل من عدل عن هذا النهج في المدح إلا ما نجد عند الهادي البدي في مدحه شيخه أحمد دول محمد الحافظ، فقد زاوج في الكرزة التي مدحه بها بين التصريح والتلميح مخالفاً سنن المدح المعروفة التي تركز على ذكر الفضائل بكل صراحة. ما أنا في شيخنا كيف لشيخ الأخرين، لشيخ مرادهم كبور قد الأجبال إلى آخره.
نرى أن هذا الأسلوب القائم على عدم المبالغة في المدح ومخالفة أعراف القصيدة المدحية كما ظهر في هذا النص هو الذي تميز به القصيدة عند جمال والحسن واكتسبت فنيات خاصة وسمت قصائده بميسم إبداعي يستحق الوقوف عنده. طبعا لا شك أن هذه المحاولة الارتقاء بالنفس والتوقي لمعارج الحب الأسماء ليست غريبة على جمال الذي نشأ في أسرة علمية وصوفية كذلك تعتنق طريقة التيجانية، فهذا المحيط أثر فيه مبكرا وكان بطبعه صافي السريرة رائق المزاج، وعندما تعمق في طلب العلم وجد ضالته في شيخنا الشيخ محمد فار ابن عبد الله باه، فدرس عليه العلم وأخذ عليه الوردة وكانت هذه هي البداية لهذا المنحى الصوفي في شعره. سأتوقف عند البناء المعجمي. في قصائده الصوفية استثمر حقولا معجمية مختلفة، منها معجم الغزل وهو معجم شديد الارتباط بالشعر الصوفي، ومعجم الهجاء الساخر وهو جديد استحدثه، ومعجم الصدود والرفض وهو كذلك معجم استحدثه وطوعه للقصيدة الصوفية. من أمثلة توظيفه معجم الغزل وهو كما قلت لصيق بتجربة الصوفية منذ نشأتها كما معجم الخمر، قوله في طلعة عن الحفلات: هذا الخلق اللي عاد في الندويات تقداد ومشاهد فيهم جاد ويطوي ويبني يعلم عني لراد لراد يحاسني عني للي يطرح من المراد. ما هو فني؟ فني شد فني شد اخبار العراد. هو فني وحد اسمه منه زاد اسمه زامق مني. فنلاحظ هنا انه طوع غرض الغزلي لهذا الحب الاسماء اللي هو الحب الصوفي. ويقول في موقف آخر مستغربا من مراجعة مريض لطبيبه: جانا راجل هون في ميعاد جايب عينيه يداويهم، ما هياك يشوف العراد هو عينيه يشلو بيه. لاحظ هنا التطويعة الجيدة للغزالي لهذا الغرض الصوفي. طبعا المعنى المتبادر ليس هو المعنى الذي يقصد إليه جمال رحمة الله عليه. نلاحظ كذلك استخدامه الهجاء الساخرة وهي مسألة طريفة عنده، استخدامه له في لغرض التصوف، وذلك في قصيدة في نصه المعروف عن سيارته. عندي كهلة وتات ما هي كيفية الأخرى المتانات الزينات وتاتها للتشهار، وهي منهم ماتات يكون طريح العاء ولقوه في قرجات وما صجوه التجار ومهينة كان مشات لا تحبي تجار وتقدش قاعيات وعيضرها الغياء وما هباس بلادات مضيعها الحمار غير لا قططرات ليلة بيضة ونهار. الطريف ليلة بيضة ونهار مثل طريف هذه الطلعة اتخاذها الهجاء الساخرة مطية للتعبير عن التعلق الروحي. جعل السيارة معبرا لذلك، أسبغ عليها كل صفات الأنثى المذمومة، فنعتها بالاكتهاء والضعف وبطء الحركة وجيع الركاب والعجز عن السير وسرعة التعثر وكثرة العطل وقتامة اللون، ثم في الأخير يعلن تمسكه بها ويؤكد أنها ستظل صاحبة الحظوة لديه لأنها أقلت شيخه ذات يوم. في نفس السياق
المحمد بن نفس الصوفي تأتي طلعته التي قال أيام مقامه بجزر القمر، لعلها هي التي سألني عنها الآن الأستاذ. يصف كيف أصبح يؤم الناس ويقبض ويسجد بطريقة مغايرة لما ألف، متبع مذهبا مختلفا عن مذهبه الذي هو عليه. إذا أنا هون نبات ونصبح نرفد في التخمام ونطرح اعتمام الهما نصلح نقبض عت ونرفد ليدي ونروغ السجود مجنح ونروغ تناظير الكرعين ونبسمل عت ونستفتح ونقرأ مالك يوم الدين وراجع عند الحي القيوم نرجع هك الخيام لين في المسيد نصلي ماموم دارق في جيج الماموم في جيج المامومي نعم. كذلك نجده أحيانا يستثمر وصف الطبيعة لهذا الغرض الصوفي حين يساهر النجم ليحمله رسالة إلى من يشغلون وجدانه، وهي طلعة سأعدي عنها. هذه الطلعة جاءت وصفا مسترسلا لحركتي نجم سهيل والثريا واستطرد في ذلك حتى النهاية، ولم تكن تعبيرا إلا عن شوقه إلى الحي الذي يقطنه الشيخ. نعم. ولعل ما يستوقف الوقوف أكثر في معجمه الصوفي هو استخدامه معجم الصدود والرفض الذي وظف في ثلاثة من نصوصه وهي من أشهرها. فلو تابعنا قصائده التي استقبل بها شيخه أثناء زيارته لهم في القرية لوجدنا معجما مغايرا لحقل الترحيب المألوف والحفاوة المتوقعة بعالم جليل وشيخ طريقة يزور مريديه، بل إن ظاهر الألفاظ يعطي انطباعا بأن الشاعر في موقف مواجهة حادة وتخوف من مغبة هذه الزيارة. وطلعة معروفة لديكم يا أهل التاقلات خلاك مصبر وجحدة والتمتيم وكره على البرانيين أشقار ونهيتكم ولا سمعتوا لي وصبيتكم من بان راعيكم اليوم خليتوا كاملين فجأة إلى آخره. فالشاعر يوجه الخطاب إلى الأهل منذرا ومحذرا مغبة هذا القدوم وما سيجلبه لهم من أمور لا تحمل عقباها، ويعتمد التهويل معتمدا العبارات والأمثلة الدالة ومستخدما حقلين أساسيين، حقل المباغتة والهجوم هاب الزنب والسار وترفدنا إلى السماء الأزرق تخبطنا ببطان لبهار تخلينا دكان طايح علينا طيحة الفجر، وحقل الصدود والرفض نرسلوا لك ترجع من تل شرق فجار قليل الله نعدلوا لك من الإحسان الخير فينا ما هو قار، ولا تفتح فينا بوتيك وثرال الكليان ولا تعمر فينا حاسي ونرقوا لك ندفر. احنا هذان الحقلان وما الحقلان اللذان اعتمد في هذه الأطلع. نعم. ثم يتساءل إمعانا في الإيهام والتلبيس ما الذي يربط بين قبيلته وقبيلة الشيخ وهم المختلفتان نسبا والمتباعدتان مكانا. اش قال جابوا إذا وعلي ولا الدماء وش قال جي ساوي العقل ورقابي معناها أنه هو لا يفهم لماذا. يظهر العدول إذن واضحا في هذا المعجم الذي وظف الشاعر والذي وصف فيه قدوم الشيخ وكأنه غارة صباحية وإعلان حرب، مع أن ظاهر النص ليس إلا ستارا يخفي ما يقصد إليه. فشدة الفرح بهذا اللقاء أفرغت الكلمات من دلالاتها المعهودة لتحملها كل معاني الحفاوة والترحيب والابتهاج. فاللغة عند الصوفيين لا تستوفي المعاني إلا إذا جاءت بما يخالف الأعراف، وهي طبعا تجربة لغوية في إبداعها. هذه الطلعة الطويلة قائمة على الكنايات والإشارات والتلويح مما يجعلها عامرة بالدلالات، لأن اللغة الصوفية هي لغة إشارية في المقام الأول. نعم. أتوقف الآن عند 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 بعض الملاحظات، وهي أن هذه النصوص تعتمد الاتكاء على المعجم الجزر القديم، معناها أنه ليس كل المتلقين سيفهمونها لأن فيها كلمات أصبحت من اللهجة القديمة المندثرة. ثم توظيف الأعمال الأمثال السائرة وهي سمة مميزة لهذه القصائد. ثم كذلك كثرة التجنيس الآن أتوقف عند الصورة الشعرية. الصورة الشعرية عنده
لها مظاهر مختلفة، منها ما هو مألوف معروف كما وردت في البلاغة العربية مثل الاستعارات والكنايات، قد تحدثت عنها سابقا. استخدم الشاعر الاستعارة في أكثر من نص، ونعرف بعد مخيزية وتنزل تخمام التخمام، يقصد بذلك الثريا عندما يتحدث عنها في الطلعة السابقة، وكذلك في قصيدته عن السيارة، عندي كهلة وثات ما هي كيف الاخرات انتنات الزينات وثات الاشهار. نعم، الكناية، وتكثر كذلك في قصائده كاستخدامه لفظ العراد مكنيا به عن شيخه، والغريب أنه لم يذكر اسم شيخه بالصراحة إلا مرة أعتقد واحدة في كل نصوصه، فلذلك كان يقول كثيرا ما يكني بالعراد. وراجع عند الحي القيوم، نرجعها كل خاملين المسيد نصلي ماموم دارك الهجيج المامومين، لا هو لا يذكره إنما يقول أنه سيكون ضمن المأمومين فقط. هنالك ظاهرة تسمى المقفي، والمقفي ملمح بلاغي معتمد في اللهجة الحسانية، ويقوم على استخدام معنى والمراد عكسه، ويشيع في قصيدة الغزل الشعبية، وقد اعتمده الشاعر اعتمادا كبيرا في جل قصائده، خاصة هذه القصائد بالذات التي كتب في ترحيبه بالشيخ، معلم أهل موريتانيا الكفار والبيضان، وأهل القبلة والشرق، وأهل تقانت وأدرار، عن متبرين منهم محمد عبد الرحمن ذا القاعد، ولا محمد المختار والبتار. المعنى الظاهر رفع الشكوى من محمد المختار، والمعنى الضمني مبالغة في الترحيب بالشيخ. هنالك أيضا أسلوب استدمين أو الديمين، وهو سلوك عرفت به مجموعة بني ديمان، ويقوم كذلك على التلميح دون التصريح في الخطاب، والحد من الانفعال بالمشاعر، وقد استثمره الشاعر استثمارا بينا في تجنبه ذكر الشيخ في كل قصائده. وكذلك نعم، وكذلك في اعتماده كما أشرت إلى الكنايات والإشارات، وقد أكد استخدامه هذين الملمحين البقفي والاستدمين حين ختم طلعته في زيارة التاجلات بقوله، وهذا عندي عنه كافي من كلام أولاد ديمان، لعدت ما زلت تفهم كلام الناس الصغار، كلام الناس الصغار هو المقفي وكلام أولاد ديمان ده. فقدم في هاتين التافلوتين شفرة الخطاب التي حكمته، هذا الخطاب الذي قدم لنا، فهو مندرج في أسلوب بي استدمين والمقفي، أي خطاب بولغ في تمويهه وتشفيره، والشاعر يعلن استثماره كلتا الخاصيتين عن وعي، حيث وجد فيهما ما يلبي حاجته التعبيرية. هنالك أيضا قضية الإيهام المضموني، وهكذا سميته، لم أجد له مصطلحا إلا الإيهام المضموني. هذا الإيهام المضموني يقوم على سمة بارزة من سمات، يعتبر سمة بارزة في المدونة، ويمثل شكلا من أشكال الصورة الفنية، وذلك عن طريق تطويع الغرض الأصلي لمعنى أعمق هو مقصدية الشاعر الذي هدف إليها وبسببها بنى النص. فركز في بناء الصورة على الرمز والتلويح للتعبير غير المباشر عن النواحي النفسية المستترة التي تقصر عن أدائها اللغة في دلالتها الوضعية. ولذلك نجد أنه يبني القصيدة ونظنها غزلا حتى النهاية، إذا في التافلتين الأخيرين تتحول إلى قصيدة في الحب الصوفي، في الهجاء تتحول إلى الحب الصوفي، في الحديث مع النجوم إلى آخره لما تتحول إلى قضية الحب الصوفي. هذا هو ما سميته الإيهام المضموني. بالنسبة للعروض، اعتمدت بعض القصائد في المدونة أوزانا غير مضطردة وغير معروفة، الكثير من العارفين بالغناء يقولون إنها إن كانت من البت الكبير فهي ليست من من أوزانه المعروفة المتواترة، ومنها هذه الطلعة التي ذكرنا، فقد شكلت كل تافلويت فيها 12 متحرك، ولعله أراد بذلك تطويع الوزن لحالته النفسية، فما دام الضيف كبيرا ولا مكانة عليا فليكن قالب الشعر الترحيبي ممتد الأشطر ليتسع لما يريد الشاعر قوله، ويستخدم نفس الوزن، وقد استخدم نفس الوزن في قصيدة طويلة أخرى قالها للشيخ في مناسبة مماثلة، أنت رحتنا ولا هي تمشي عنا تبع وحد تكلم في ذاك يعود قال شي ما ينقال إلى آخره. فهو اعتمد عدولا
عن المتعارف من الأوزان، لأنه يجد نفسه مستقبلا الشيخة الروحية في حالة غير مألوفة تتطلب قالبا مغايرا للمتعارف، مما جعله يؤسس لبناء شكل إيقاعي مختلف في هذه القصائد، كما أنه اختار القوافي القوية الجرسي مثل الراء المردفة في الطلعة الأولى واللام المردفة في الطلعة الثانية. في الخاتمة أقول أن الملحة الصوفية اتسم بالصبغة تأصيلية وتحديثية معا في شعره، فقد استثمر قوالب قديمة ولغة عتيقة لاستحداث معاني جديدة وصور إبداعية مستحدثة، فمكنه وعيه النقدي وحسه الإبداعي من توظيف الشكل القديم ليخدم به مضمونا جديدا للقصيدة الشعبية، وينسجم هذا التوجه مع أطروحاته الفكرية، وهو يرى أن النهضة تقوم على الإحياء والتجاوز. هذه مقولة دائما كان يكررها في محاضراته لنا وطبقها في هذا الغنى بالذات، وهو ما سعى إلى تجسيده في قصائد بعينها، ولذلك اعتمد قوالب نادرة الاستعمال ليضمنها تجربة جديدة، وتصرف في بناء النص الصوفي تصرفا مميزا، فطوع له مواضع لم تؤلف فيه كما ذكرت سابقا. وقد منح هذا التوظيف الرمزي والتكثيف الإيحائي قصيدته لونا مميزا وأبعاد إشارية مشفرة نابعة من الثقافة المحلية ومتصلة بالثقافة الأصل أي الثقافة الفصيحة، مما يستوجب أن يكون المستلقي مستحضرا احتمالات تأويل الخطاب وعارفا بملابساته. تميزت اللغة عنده بحسن السبك والتصرف المتقن في العبارات والطرافة التي تكاد تكون الخيط الرابط في جميع النصوص، فجميع النصوص فيها طرافة تبعث الارتياح في نفس المتلقي، وتتجلى الصبغة الحداثية في ملامح بارزة من النص، خاصة في توظيفه الرمز المحلي واستحداثه بصمة بارزة في نصوصه الصوفية من خلال إعادة تشكيله اللغة وفكه انسجامها المعهود لتوليد دلالات عميقة الصلة بهذا المضمون الصوفي. كما حرص وهو الأستاذ المشبع بالثقافة المعاصرة في قصائده ذات المنحى الصوفي على إبراز ثقافته البدوية العديدة وتمكنه من القاموس الجزري وابتكاره أوزانا غير مطردة وتوظيفه صورا وأساليب عميقة الدلالة من ثقافته المحلية ليصوغ هذه التجربة المتميزة. وأظن أنني أطلت فأستسمحكم وشكرا جزيلا. شهادات وتجارب لبعض الباحثين ولبعض أخلائي الفقيد وبعض أحبته وبعض طلابه الذين رافقوه في مرحلة ما من مراحل تجربته العلمية والإبداعية الغنية. ونبدأ بالأستاذ بدنا الذي سيتناول جوانب من تجربته مع المرحوم جمال الحسن، فليتفضل الأستاذ محمد بدنا السيدي. مشكورا. أنا كنت أجمع هذه الصفات كامل اللي عاقبلك تقول، كنت تلمدي وكنت صديقه وخليله، جابرنا أول مرة في بداية السبعينات بالضبط 1972، و طبعا انقطعت تلك الفترة به اللي طافة من سنتين 71 و 72 نظرا للمرض، وكنا بعد نجابر في تلك الفترة، ويجرني أساسا شور المركز الثقافي المصري، كان من رواد المركز الثقافي المصري، وكان يطفقنا معه حاجة لأنه هو أول من دلني على أسلوب العقاد عباس العقاد، وكان هو أغلى عليه منه، والله زاد أكثر مطالعته لطه حسين وذوك الأدباء المصريين اللي ذاك العهد اللي ذاك هو. وطبعا من ذيك ما تاريخ الإله عندنا أصدقاء ونجابروا، وعندي بعد فيه مسائل غريبة. وحده زرته 93 في الرباط في منزل ما هو بعيد من بل عمله في ليسيسكو ديك الساعة،
وفوجئت به ايتان اليوم جيلو يا الله يعطي ذاك اليوم بوناتيري تحقيق الكتاب الابار مطبوع في المغرب في هيئة الكاش الافريقيه اللي فماتي. و انا عاطت معاه الاسبوع قال لي انا كنت نحضر مجالس الاستاذ قراي والاحمد يورا قال لي في رامت نواكشوط وكنت قال لي ما عندي حق نسول عن شيء القديت نضبط نضبطه والما قديت نضبط قال لي نخليه عني درك قال لي درك قال لي عاد تعود ذوك المسائل اللي ماني ضابط اللي فاتوا عليا من ذاك المجلس في الحفظ تعود انت. اذا غريب عندي انه طال سنوات يحضر المجلس معروف مجلس قراي والاحمد يورا نواكشوط دحميس تعود فيه ضامت غير مولي فيه ياسر من ثقافه ياسر من الادب قال لي انه كان يحضر لذاك المجلس غير ما عنده حق يسول يضبط الشيء والشيء ما يضبطه ذاك اللي ما ضبط منه يدوري كانوا يسولني عنه كان قد نعاونوا فيها قليل بعد باش فتو غير بعد ذاك الاسبوع سبحان الله استغرق في الرحلة أسبوع استغرقتك واستغربت أنه كان ما شاء الله قليل قاع اللي كان يفوت عليه منه. إذا كان يحفظ من الجلسة الجلسة التلقائية في مجال الحفظ ملي عندي هاي الحادثة اللي حضرت لها وراء الانقلاب 78 بشوي كنت في ضحوة في الإذاعة الوطنية مع في مكتب محمد والأستاذ إبراهيم رحمة الله عليه وكان فيما سيداتي والأب رحمة الله على الجميع ودخل علينا عبد الرحمن الشيخ اللي كان تعرف عنه في مدارس بن عامر وكان ذاك الزمن رئيس مصلحة الشؤون الإسلامية قام ووقف عند الفم والحق فماتي الناس شد أخبار قضية من الشعر ينقال الانقلاب 78 مش عسكري والله لجنة عسكرية قال أنا عندي مشاركة في المجال هو واقف وحكي المشاركة أكثر من 10 أبيات وأقل من 20 بالتأكيد. منين وفوا منها؟ قال سيداتي محمد أعطيني قلم. قالوا ها ها قال ما هو من الشعر اللي نكتب ونتكلم ماشي. قالوا جمال عندي أنا عندي عني أنا تخلطت معاه. وقف هو عند الفم ما مشى. وقف وتوف. والله اللي عني أنا هو أول اللي كتبت عنده ملع لي القطعة من حفظه وكتبتها وأعطيتها للجماعة. الغريب عندي مسألتين. واحدة كون ذا المجال من الشعر قبال ما تعود الحافظه متحضرة له حتى وملي من قد الناس اللي ما هم معروفين بالشعر قد ملي حد ما يعود مستحضر حتى متهيئ له عرفت عنه. فيما يتعلق بعطله خارجه عطله خمس لا نفس العطله 78 79 وحاجه عنه هو كان جاي ناجح من السنه الثانيه شهر السنه الثالثه في المتريز تونس وانا اللي جاي من الخارج من نتعامل مع الشعب شوي ارتئينا انا هو نعدل مقابله اشتركنا في طرح اسئلتها مع بولنا رحمه الله عليه بولنا غريب راه هو راجل مفكر غريب وساب نتخطى بولنا بعد من الغرب اللي قد حضرت له فيه قد حضرت له معاها محمد نحود والما ومحمد أحمد الما عنده ترجمة معاني القرآن بالإنجليزية وهو تاك على أكفاه يقلب محمد محمود الكتاب اللي عنده التفسير اللي عنده ويجيب مقطع بالإنجليزية يقول له المقابل في القرآن الكريم في نص القرآن عدلنا ذيك المقابل اللي هي وانتشرت سابق 1978 راح اللي مولانا تعود 8 والله 9 والله 7 يوليو سابق يوم 10 يوليو به اللي منين خلق الانقلاب وخلقت الحكومه عاد بولنا وزير الشؤون الاسلاميه ديك الساعه. حاجه عن بولنا الاسئله عند الملا هو في الحقيقه زيانو عنده حتى الاسئله وتنبه الى عبقريه جمال ذاك الوقت اللي ذاك هو صدفه غريبه خلقت لي اليوم
مشي شور الشعب نلود هذيك المقابله نشوف اذا كان قد حد يستخدم شي منها في هذه الجلسه الليله. ولوت جيت مصلحه الارشيف ولوت الين ذاك عقبو قالوا عن يوليا بالعربيه فم سجل اللي فم منه الا من عند يوم 13 وانا مغرش عن المقابله السابق يوم 10 قبط السجل ما عندي يوم 13 وصفحته منين لحقت العدد 19 فوجئت بمقابله مع الدلهانه مع جمال ذاك الزمن ذاك هو وانتشرت في الشعب على ثلاث حلقات واحده يوم 19 وواحده يوم 20 وواحده يوم 21 ويبانوا للشعب جزاهم الله خيرا قبل القرار عنهم ينشروا ذوك الحلقات الثلاثه ابتداء من الصبح ومنين صورت ما قديت نتعامل معاهم قست العناوين الفرعيه اللي في المقابل في الحلقات الثلاثه العناوين الفرعيه حصلت لكم منهم من كلامه من هذه العبارات اللي هم يقول فيك المقابله الادباء الموريتانيون هم طليعه الشعب يجب ان يعوض ظروفه ويتعاملوا معها قبل اي تفكير في تغييرها. الحتمية العلمية في الفيزياء مبدأ مشكوك فيه فلنتواضع ما دون أن نتكلم عن الإنسان. يوميات أسير خلف الجبهات من أروع شعر الحديث وأخلاقه بالبقاء وهي الأستاذ الخليل النحوي دون فيها أهم الأحداث الواقعة في حرب رمضان 1973. نحن لم نعد نعيش عصر المجموعات الضيقة إنما نعيش عصر تفاعل الحضارات وتبادل المنافع. الشعراء الذين أتوا بعد محمد للطلبة هم موريتانيون درسوا التراث العربي واطلعوا على مكوناته وتصرفوا فيه تصرف المالك في ملكه. الأدب الموريتاني ليس جاهليا ولا أندلسيا ولا أدبا مستقلا إنما هو تجربة خاصة متميزة. الشعر العمودي لا يزال يحتفظ بطاقات إبداعية لا تعد وهو يمثل عنصر وفاء من الأمة العربية لتراثها المجيد. الشعر الحر هو شعر موزون التفعيلة مقفا وإن لم يكن موحد التفعيلة. الشعر الحر تجربة فنية فرضت نفسها على الساحة العربية واستوعبت تجارب فنية رائدة تستحق الإجلال والإكبار. التطرف في رفض المقاييس الموروثة من أهم أخطاء الشعر الحر. إننا بحاجة إلى أدباء مثقفين والأديب مدعو إلى دراسة الاتجاهات والأساليب والمقاييس الأدبية المطروحة على بساط العصر لندرس تراثنا دراسة علمية وننشر أدبنا الحديث نشرا منهجيا بعيدا عن الارتجال والصبيانية لندرس تراثنا دراسة علمية وننشر أدبنا الحديث نشرا منهجيا بعيدا عن الارتجال والصبيانية. نحن لا نزال نعامل أدبنا من الخارج وأنا أدعو إلى التعامل معه من الداخل. ضعف منهج البحث وغياب أبسط المفاهيم النقدية من أهم نقاط الضعف في الأدب الموريتاني. أؤمن بأنه قد يوجد شاعر عصامي ولكن الباحث العصامي مستحيل الوجود. تراثنا يحمل من عناصر القوة والطرافة ما يجعله لو نشر فتحا في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. التجارب التي قيم بها في نشر الأدب الموريتاني داخل البلاد وخارجها تجارب مفيدة ولكن فيها للنقد مكانة. السبب في أخطائنا المنهجية هو أننا نأخذ الأشياء من نهايتها بدل أخذها من أصولها. الأدب في نظري هو كل نص جميل يعبر تعبيرا صادقا عن أحد الأبعاد المختلفة للإنسان
أنا ضد كل دعوة تحدد الأديب مسبقا ميادين اهتمامه، فالأديب والحرية صنوان. أنا مع الالتزام وضد الإلزام، أنا مع الالتزام وضد الإلزام، وبين البنيتين الصرفيتين فرق، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا لا هي نعدل مداخلة إن شاء الله، ما هي لا هي تطوال فيها ثلاث نقاط كبيرة في المناسبة اللي هي لقاء تذكاري عن المرحوم أستاذ الأجيال الدكتور أحمد جمال ولي الحسن. وأنا بعد اللي عندي من الصفات مع المرحوم عني تلميذي مليد تعود بالمعاني كاملة، حق عني قط تخيل لي وفقت من الأوقات عن ذاك التلميذ يقدم له حامر شيخه والله أستاذه، وبالعجلة عرفت عن ذاك واعر ومستعصي، وبالتالي اكتفيت بواجبات التلميذ التقليدية تجاه شيخه. الملاحظة الأولى والله النقطة الأولى هي أن المرحوم جمال الحسن كان ذكيا حاضر البديهة سريع التعليق قوي العبارة عميق النظر ومذكر بعض الذكريات في هذا السياق ولا هي نرويها بطريقة تناسب الجمع الكريم. حياته تعود في أجواء فيها قدر من النزال الفكري والثقافي في ذيك المرحلة. منذكر أنا قطعت مسؤول الثقافة في قسم الاتحاد الوطني للطلاب والمتدربين الموريتانيين في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. ذيك الساعة زمن ذيك النقاشات وذيك الأحوال اللي تخلق، وعدلنا ندوة كبيرة حضرها ياسر من الناس عنوانها الإسلام والقومية العربية. ساعة فهم الناس إلا ما هو حتى توافقي، وأقرب هي الأجواء الصراع والتنافس. بعد الحمد لله ياسر منه قاع تغير وتحسنت الأحوال. اللي متذكر عن ذيك الندوة فيها ربع رواقيج المرحوم هو رابعهم، وقدر مولانا عنه قبضت الحمة ذيك الأمسية وانشفرت شفرة متينة. ومتذكر عني كريت تاكسي ولا كان عندي باص، ومشيت شورو في الدار ولا تميت نحاول معاه ونتوجه له وندي عني قاعد قلت له عني لا ينحجب له إلا مشى معايا يبرع وذا اللي من ذا اللي زاح الكامل. وجزاه الله خيرا ورحمة الله عليه قبل يمشي معايا شور الندوة غير اشترط أن يعود هو التالي، وذاك الله يقول خفيف يا غير أنا نعرف عنه ما هو لا يعود خفيف به اللي لا يسبقوه الخلطة ولا يعلق عليهم، وتكلموا الخلطة الأخرى الثلاثة. وذاك الأول منهم ما خاسر شيء على عنده ذاك اللي قال، وذاك الثاني ما هو بعيد من ذاك، وذاك الثالث ما زيان عنده كلامه، والراعي فيه الله يكتب شوي وزيان عندي ذاك بي اللي نختار شوية الحوار يحمى. وفعلا إن ست الكلام رحمه الله عبر عنها بطريقة متطابقة وأديبة كعادته، قال أشكر الإخوة لأنهم أجادوا وأفادوا وربما زادوا. قسمنا إحنا ذيك العبارات ذيك الأفعال على الخلطة الثلاثة ولاني زايد على ذا.
في ندوة حوارية أخرى كانت تدعي عنها في الجامعة عنده زميل وصديق وعزيز عليه حتى قال عنه شام من كلام الدكتور جمال بن الحسن كذا، وعلق له الدكتور جمال بن الحسن قال له عفوا أنا لا أتعامل مع الأفكار بأنفي ولكن بعقلي. ما هو شام ما فيها شيء. جمال رحمة الله عليه لا تستوعبه مدرسة، وأنا فعلا قد شاهد على علاقته مع واحدة من المدارس اللي كانت موجودة هون ضمن المدارس الإيديولوجية والحركية، ومذكر ساعة أن إحنا هون موريتان، وأنا معايا حد في المملكة المغربية، ومهم عندنا العلاقة مع جمال حتى بين اللي نختاره نجبره نتيجة ذاك، ذاك اللي يجبر الشباب ذيك الحيوية الحركية اللي ذاك الزمن. مذكر جيناه ولا تمينا بعد نجو من هون وهون، عقب قال لنا رحمة الله عليه لا تكايسوا الخلطة، أنا راين لكم ما في تبايعت، في إشارة ذيك الرواية اللي قال عنها عند الإخوان المسلمين اللي هي البيعة. و يا غير بعد نتذكر وندي عندي المعلومة ما هي متوفرة حتى، نتذكر ذيك الساعة في ذيك العلاقة أنه عد الورقة ما خاسر عليها شيء، ينقال لها الحركة الإسلامية والفضاءات الثلاث، الفضاء الفروعي والفضاء الصوفي والفضاء السلفي، وكان رحمة الله عليه متجاوزا في أفكاره متقدما في تصوراته على الناس. ونعرف عني بعد ذيك الوثيقة نتذكرها على أوراق كبيرة متربعة مخطة، ولوت لها ياسر من التلوات، غريك الساعة الناس تلم التواغط حتى وتشحدها حتى، ومزيت غالبا أجبرها وإجبرت ذكر عند واحد من الخطة ذيك الساعة اللي كانوا يلموا التواغط أنه حاسب شنو التواغط في بليدة قد يجبرها لي فيها. لا هي نختصر ونقول تو فقرتين، واحدة قط كتبتها عن المرحوم، واحدة قط كتبها حد آخر، ونختار حد لا يسامحني لا خلقت أخطاء في القراءة بها لي النص الثاني باللغة الفرنسية غير مختصر حتى. قط كتبتيك الساعة في مقدمة مقابلة مع المرحوم جمال بن الحسن، حضرت له محاضرة وما تخلفت عن محاضراته عند الذكر والقدرة في جامعة واكشوط عن تطور المستعمر في ذهنية الموريتانية. تلك المحاضرة الظاهرة التي قدم فيها قراءة مستوعبة لتعاطي الموريتانيين مع المستعمر متنقلا من إمارة التجارة إلى تجارة الإمارة ومن حق القوة إلى قوة الحق. إذا قرأت أطروحته للدكتوراه الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري مساهمة في وصف الأساليب تستغرب أن هذه الأطروحة رغم طابعها العلمي ودقتها المنهجية العالية انتهت بأسلوب جميل رائق يعجز أكثر الكتاب عنه في المقال المحدود. الدكتور جمال بن الحسن جمع حسن الأخلاق مع عزة المحاور ودقة المؤرخ مع انسيابية الأديب وأصالة الفقيه مع حداثة المثقف. يحب العربية والعروبة ولكنه يكره العصبية، يؤمن بانتماء موريتانيا شمالا ولكنه يفهم دورها جنوبا، له بعد صوفي لا يخفى ولا شطح ذم، له استقامة وزهد دون ابتذال، محضريته مفخرة لا تخجله وعصرنته حقيقة لا تفتنه. كان مدرسة أتشرف بالانتماء إليها وأعتز بتشابه الأسماء وأرجو مدركا صعوبة ذلك شبه المستوى والفهم والإدراك. كان المصاب كبيرا والفقيد عزيزا رحمه الله. كتب الأستاذ حبيب المحفوظ كلمة مختصرة
باللغة الفرنسية قال فيها جمال الحسن نيبلي Il était une fulgurance permanente de l'esprit, un jaillissement ininterrompu de l'intelligence, une apothéose de culture. Il était Jamal al-Hassan. Jamal al-Hassan est mort accidentellement aux Émirats Arabes Unis, où ce professeur d'université, qui parlait le plus bel arabe rêvé depuis Sibawi, enseignait loin d'un pays qui n'a pas su le retenir. Et c'était là un autre drame. La disparition de Jamal est une perte énorme pour sa famille, certes ses amis, ses proches, mais aussi surtout pour la Mauritanie qui perd là, et je pèse mes mots, le plus brillant de ses intellectuels, le plus inspiré, le plus original dans ses approches. C'est Jamal al-Hassan, fauché en pleine jeunesse, qui le repose en paix. استعنت بصديق فكتبت الترجمة التالية لم يعد جمال للحسن بيننا لقد كان جمال للحسن وميضا دائما من الأمل وتدفقا متصلا من الذكاء ووعاء مليئا من الثقافة لقد كان جمال للحسن لقد توفي في حادث سير بالإمارات العربية حيث يدرس هذا الأستاذ الجامعي الذي يتحدث أجمل عربية مرومة منذ سبويه بعيدا عن بلد لم يعرف كيف يحتفظ به وتلك مأساة أخرى لقد كان غياب جمال خسارة كبيرة لعائلته طبعا لأصدقائي للقريبين منه ولكن أيضا لموريتانيا التي فقدت وهنا أزن كلماتي الأكثر ألقا من بين مثقفها الأكثر إلهاما الأكثر أصالة في مقارباتي لقد توفي جمال الحسن وهو زاهد في متاع الدنيا في تمام شبابه ليهنأ في سلام وأختم قائلا كما أورد الأستاذ الكبير الشيخ الخليل النحوي في مرضيته مختارات مختصرة منها وعلما كم سقيت به ظماء وفهما كم غذوت به جياعا وسمتا في الهدى سمحا سديدا قويما لا اعوجاج ولا ابتداعا أترحل هكذا عنا وتطوي حديثا لا من لمل له استماعا وتطويحا بآفاق المعاني وقصا للشوارد وافتراعا إلى أن نقول طويت القرن في عقد عطاء وشبرا إذ قطعت باعا وفعلا صدق الشيخ حمدل للتاه إلى عاد عمر جمال ما طوال أعراض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن الموريتانيين عنهم في الخريف يرفدوا شور الشمال يدوروا يمتنوا أواصرهم بالشمال ومنين يعود الصيف يقيسوا الجنوب يدوروا مالي الزراعة وذاك والاقتصاد وذاك الناحية الاقتصادية وهذا استدل عليه بقصيد والطلبة ذيك اللي يقوله سرايا يخبط ظلما من بطن تيرس إلي لدي بريبيرة لم يتعرجي هذه دلالة أخرى وتو وشكرا وأنا بعد نعرى عنه بحر لا ساحل له نعرى عن مال هذه الندوة راجين إن شاء الله مولانا عنها تتطور وتعود تقبض بالبال أصحاب الفكر كاملين يعودوا يتموا تعدل المندوات كيفته والسلام عليكم ورحمة الله في حضرة غياب مزدوج وفي ضيافة غائبين حاضرين الغائب الأول هو من يستضيفنا مباشرة والغائب الثاني هو من يستضيفه الغائب الأول خديجة عبد الحي رحمة الله عليها غائبة حاضرة والدكتور أحمد جمال الحسن حاضر غائب وعندما يكون الإنسان في حضرة الغياب
فإن نفسه تكون أكثر صفاء أكثر صفاء ويكون أقرب إلى الله. فمفهوم الغيب معلوم عندكم. جدلية الغياب والحضور هي السيمفونية التي يعزفها هذا الحضور الليلة. رحمة الله على الغائبين الحاضرين خديجة عبد الحي والدكتور جمال الحسن، رحمة الله عليهما بما قدما من أعمال خير، ورحمة الله عليهما بما يقدمانه من أعمال خير وإبداع كجذوة لا تنطفئ. نحن الليلة نمثل غيابا في سياق حضور. في هذه المحاضرة أيضا فيها غائبان حاضران، وهما المحاضران اللذان سيحاضران أمامنا الآن، وفي هذا نوع من الانسجام العميق مع فضاء الحضور وفضاء الغياب. ثمة فضاء متناسق متناسب، فالمحاضران غائبان وسيحضران أو حاضران في نفس الوقت، كما أن الغائبين الآخرين أيضا حاضران غائبان. لا أريد أن أطيل في مسألة التقديم، ولكن أريد أن أنبه إلى بعض الأمور، وهو أن الغياب عندما يكون حضورا فإن المعجم الكلامي أو المعجم اللغوي ينقلب، فكم من حاضر غائب وكم من غائب حاضر، وكم من غائب حضوره أحضر إلى صحة العبارة من حضور أي كائن حاضر حسيا. فالغياب ليس بذلك الغياب وليس بتلك الغيبوبة. الغياب عندما يكون مسلحا بالحضور يكون حضورا. لا أريد أن أطيل عليكم في هذا التلاعب اللفظي، ولكن أرى أن جمال الحسن رحمة الله عليه حاضر في كل واحد منا، حاضر في طلابه، حاضر في كتبه، حاضر في أعماله الأدبية والفكرية، حاضر ببسمته المشرقة، حاضر بضحكته الخفيفة التي يعلق بها عندما يريد أن يرد ردا حاسما. وكنت أعرف فيه هذه الخاصية، وهو أنه عندما يريد أن يرد ردا حاسما فإنه يبتسم أولا قبل الكلام، ثم يضحك ضحكة خفيفة ويطلق رصاصته. وفي هذا نوع من الحضور وعدم الاستجابة أو الانفعال لأي رد سيء. وكان هناك من يستفزه، وأنا لم أكن بالضبط ممن كان في أقسامه التي يدرسها، ولكنني كنت أحضر دروسه في اللغة العربية وفي النقد الأدبي. هذا الرجل أسس مدرسة، ولكن لم نفطن لذلك التأسيس إلا بعد غيابه كما نفعل عادة. ما نعلم بالشهر إلى نعود قمرا. كان قمرا وأفل
ولم نفطن له إلا بعد أفوله. كانت أفكاره جيدة، كان يعبر عنها بصورة جيدة، كانت أخلاقه جيدة، ليس هناك ما يشينه أبدا. مثل هذا الرجل يستحق منا هذه الوقفة التي لا تبلغ كعبه وفاء. رحمة الله عليه، وأنا أتذكر مرة لقيته في من باب الذكريات، لقيته في الرباط، نزلت عنده قادما من فاس سنة 93، وعندما جئته سألني سؤالا يدل على الموسوعية وعلى الاهتمام بكل شيء. سألني قال: هل تعرف المختار الذي أخوه بادي من أولاد مبارك؟ قلت له نعم. قال لي: عندك نص عليه؟ والله شيء. قلت له نعم. قلت له: خلق بادي ما على عار، ومن الخلاقة تم خلاقة، وخلق من أخوه المختار خلق من ليلة الخلاقة. قام قال لي هذا القاف يلخص حياة رجلين أنا كنت أبحث عنها في تحقيق الحسوة البيسانية في معرفة الأنساب الحسانية. الرجل يضرب عاليا كالموج العالي، ويسبح عميقا كالتيارات العميقة، وبالتالي فهو يشغل ما بين السماء والأرض. أنا أيضا أريد في هذا القاف أنه خلق من ليلة الخلاقة هو زاد اللي هو جمال الحسن. أطلب منكم دقيقة قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، وبعدها سنعرض لمحاضرتين، إحداهما للدكتور الباحث المتمكن والناقد المجيد دكتور محمد العبد الحي، تحت عنوان جمال بن الحسن سيرة حياة. الثانية جمال الجمال، وهي حول شخصية الرجل، ويلقيها الشخصية يلقيها دي ولا دبة، دكتور دي ولا دبة. بعد ذلك وبعد المداخلتين سأعطي المحاضرة والكلام لأستاذي الأساتذة محمد المحبوبي ليحدثنا في شأن هذا الأستاذ العظيم والشاعر المبدع والمغني المتمكن والعالم والمتصوف العارف دكتور جمال الحسن. شكرا لكم.